في ندوة صحفية أقيمت بالدار البيضاء وبشراكة مع جمعية صداقة ورياضة، أعلنت اللجنة المنظمة لتظاهرة ليلة نجوم الشاشة عن وضعها للخطوط العريضة للدورة الخامسة على التوالي. أولا الحمد لله هي تكملة للدورات كلهم، لأن الدورات الحمد لله كلهم نجحوا لحد الآن، وصلنا الأهداف ديالنا. هذا الهدف إن شاء الله اللي بغينا نحققه أكثر ويكون أكبر، واللي كيميز هذه الدورة هذه هو أولا التشارك مع الرياضيين، يعني كاين واحد التشارك والمشاركة ديال جمعية أخرى اللي هي جمعية خيرية تدير. إحنا ما إحنا المشكل ديالنا في المغرب كاين بزاف فعالين ديال الخير سواء في الرياضة أو في الفن، ولكن ما تنتعاونوش. خصنا نتعاونوا ونحطوا يد في يد ويكون الهدف واحد، يعني الا كنا غادي يستافد واحد ولا جوج يستافدوا 20 ولا 30. وهذه المساله اللي درت هذا العام مع الجمعيه، اننا مشينا للجبال، مشينا لعند اليتامى، مشينا لعند الناس اللي فيهم الدياليز، تعاوننا معاهم. فمن اقترحت الفكره بمبادره كريمه من الفنان الكبير ديالنا سي سعيد الناصري، اللي هذه بضعه اشهر بدا يتعامل معنا في انشطه خيريه لصالح بعض الفئات المعوزه ديال المجتمع المغربي. ف واعتبارا انه هاد السنه كانت سنه ديال تالق ديال الرياضه الوطنيه خاصه كره القدم، فاقترح عليا كرئيس ديال جمعيه الرياضه والصداقه انه نوضعوا هاد النسخه الخامسه ديال لادمي ديستار دو ليكران، نوضعها تحت شعار الرياضه. يكون واحد التعاون، ان يكون تكريم ديال رياضي معروف كبير عنده اسم ديالو، كذلك الاحتفاء بالرياضيين ديالنا اللي قدموا عمل جميل هذا العام والمشاركه ديالهم، تاهيل ديالهم لكوب دي مون، كذلك المسانده ديال الجامعه الملكيه المغربيه لهذه التظاهرات ديالنا الفنيه كلها منذ بدات هذه الدورات كلها. فهذا جانب تيخلينا اننا نجتمعوا مع بعضياتنا ونديروا حاجه مزيانه، وهذا الشيء اللي غيميز هذه الدورة هذه، وغادي يخليها للقدام انها تكون عندها اكثر مصداقية ان شاء الله. وفي خطوة تعتبر هي الاولى من نوعها، ستشهد الدورة تتويج افضل واحسن الرياضيين المغاربة الذين برزوا هذه السنة، فضلا عن تكريم وجوه فنية بارزة.